علاش؟ انا ضرب 18 دخل على الحبسك خو محمد. اه وبغيت نكون بحال بحال المجتمع وما بقيتش اللي يعاونني ومسافتني الحكومه دايره لي الباطل باللي سبيت الملك وانا ما سبيتش الملك. انا نموت على الملك، انا نموت على التراب. كيفاش لصقوا لك هذا الباطل وانت ما سبيتش؟ اخويا علاش بالضبط داروا معك؟ قالوا لي شكنا. كيفاش؟ قالوا لي ورينا اللي يبيعوا الشيرة واللي يبيعوا كذا، وانا كنت وريتهم وديجا خسروا لي وجهي. فهمتني اخويا؟ دروك انايا راني باغي يعني انايا ماني لا خدام لا خدام، راني خارج من الحس بحال مقطوع من الشجره. بغيت زعما شي معاونه زعما نتاع معاونه زعما نتاع شي خدمه وما كانش اللي انت اصلا واش عندك هذه الفكره ديال تبدل وتولي مواطن صالح في المجتمع؟ خصوصا انه تنشوفوا بزاف الناس اللي تيدوزوا. لا لا انا هذاك الشيء شوف لا هذاك الشيء شوف انا قلعني بدوك الناس. انا اخويا محمد انا واحد الناس اللي هي حاجه مهمه، ماشي بواحد الناس اللي انا واخا ديت روحي بصح نبغي المجتمع ونبغي البلاد ونبغي التراب ديالي ونبغي بلادي ونبغي كل. ومن كنت نبيع ونشري الخضره، من قلت لهم عطيوني بلاصتي صيفطوني للحبسه. ود اخويا صيفطوني للحبسه راني ضايع بزاف. شحال دوزتي تقريبا في الحبس؟ 18 دخل 18 دخل ولا 19 دخل. 19 عام؟ لا شهر 18 دخل ولا ولا 18 داخل بزاف. اه كتدخلوا وتخرجوا. شحال اكبر مده حبسيه دوزتي؟ عامين ونص تاع مقدسات اخويا. زين وعلى الباطل اخويا العز. انا كنقول لهم ما سبيت سيدنا، وما يقولوا لي سبيت سيدنا، وانا كنقول لهم ما سبيت سيدنا. طيب شنو كنقول لهم؟ عطوني شي ادله اللي جعلتني بس سبيت سيدنا ونقتل روحي. وشنو هي الحاجه اللي استفدتي دابا؟ دابا انت ندمتي على هادشي كامل اللي دوزتي، تعبتي بزاف د الحوايج. شنو هي الحاجه اللي استفدتي مثلا من الحبس؟ ما استفدت والو اخويا بالحبس. واش الحبس مثلا في المغرب كتدخل ليه مثلا؟ ما كنهضرش على الحاله ديالك، كنهضر بصفه عامه. واش كتدخل ليه مثلا مجرم كتخرج واحد اخر، ولا كتخرج الشخص اللي اكثر اجرام؟ لا شو انايا ملي كندخل الحبس كنبغي ندوز حبسي درواش، وملي كنخرج كنبغي نعيش درواش. ومن ما كنلقاش كنمشي نخون باش ناكل وباش نشرب وباش. فهمتني ود اخويا؟ علاش في نظرك المغاربه ما كيتقبلوش واحد خرج من الحبس وما كيخليوش يندمج وسطهم؟ كتلقى عراقيل بزاف د الحوايج، كتلقى شنو اللي كيخلي المجتمع المغربي كينبد هذاك الشخص اللي تيتسجين ولا هذا الشيء؟ واه اخويا محمد شنو السبب؟ ايوا السببيه هي انه دائما الانسان لا دخل الحبس راه صافي. لا هي السبب نتاعها ماشي هي السبب نتاعها واحد الانسان اللي دخل الحبس ماشي كيسوما مزيانش ولا مزيان. واحد الانسان كاين اللي يدخل تما على كلام الله، كاين اللي يدخل تما فهمتنا عزيزي. انا دروك ما كاين اللي تما نسى صبيان كاع، كاين اللي يتزاد تما في الحبس. ودابا انت باقي كتستهلك هذه الانواع ديال المخدرات ولا صافي؟ باقي اخويا نستهلك لحقاش اخويا، لقيت البلاد راني ضايع فيها بزاف اخويا. ودابا مثلا الى شي محسن ولا شي شخص شاف هذا الفيديو ديالك وبغى يعاونك مثلا بشي خدمه ولا هذا، واش انت مستعد تبدا حياه جديده؟ مستعد نبدا حياه جديده، ومستعد نركع ربي من الليل. انا خصني غير باش نعيش انا وما ونعيش انا صافي، ما خصنيش شي حاجه. ولكن اول خطوه راه تيبان لي انا خاصك تكون باهي تحاول تبعد بشويه على شويه على المخدرات، ولو انه صعيب هذا ما كاينش البديل. ما كاينش خص يعطوني فاش نتلاها باش نبعد هاد المخدرات. انا ما لقيتش باش نتلاها ما نقدرش نعيش هكا في عقلي. اكيد انت دوزتي واحد التجربه كبيره واللي ندمت عليها. كنشوفوا حاليا كاين بزاف ديال الشباب صغار اللي مشاو في هذا الطريق ديال المخدرات نحارفوا ضاعوا بهذا المفهوم. شنو الرساله اللي تبغي توجه لهم خصوصا انك انت دوزتي هذه التجربه؟ شنو الرساله اللي توجه لهم؟ انا خويا رساله خصوصا للشباب الصغار. انا الرساله اللي راني باغي اخويا العزيز، راني باغي اخويا تعاونني الحكومه نتاع تعاونني المحسنين يعاونوني باش نتزوج ندير وليداتي، باش حتى انا نخدم على راسي الحلال عليك رسول الله. بغيت انا شي سوناكو، بغيت انا باش نخدم على راسي نبقى انا نتبع الحبس. انا ما بغيتش ندي رزق الناس اخويا ولا ندي بلاد ولا لا لا. هادشي اللي دابا من عام 32 عام مازال ما مزوج. مازال ما مزوج. ما كتفكرش مثلا تزوج مصر؟ كنتفكر نتزوج وكنفكر كلشي وما لقيتش الله غير. طيب دابا انت المغاربه كاملين غاديين يشوفوك على الكاميرا. شوف فيهم الكلمه اللي بغيتي تقولها قولها، غنوصلوها بلا ما نقطعوها بلا تشرح.
الكاميرا. لا بصح اسمح لي نقول لك واحد الكلمه. لا انا ما غاديش نقدر باش واحد الانسان انا باغي نتزوج بصح ماشي خصني واحد الانسان اللي نكون نعرفها ماشي باش عاد ندير روحي في الكاميرا ولا كذا ولا لا ماشي الزواج كنهضر على كلمه بصفه عامه شي كلمه بغيتي توجهها للمغاربه اللي ظلموك اللي باغيهم يديروا معك شي حاجه مثلا يعاونوك كلمه حره قول اللي بغيتي على الكاميرا ومقريسيني وديلي حوايجي معريني ومين مشيت نشكي ما عطاوني لا حق لا باطل ومن جابوا السيد اللي قلع لي حوايجي طلقوه هنايا وانا بقاو عليا درك غادي تقابل المحكمه ضربتني لوطو عاوتاني فرحتني الطلوع ديالي ما عطاوني حتى شي حاجه ولا لا يلا اخو محمد انا باغي دروك انا باغي غير باش نعيش.